الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم جمهور قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في أولى حلقات برنامج حلقة وصل. حلقة وصل هي الحلقة اللي هتجمعنا وهتوصلنا لبعض. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد ومختلف ويهم ناس كتير مننا، ومن ضمنه موضوع حلقتنا النهاردة موضوع حلقتنا عن طريق النجاح. طريق النجاح كبير جدا والنهاردة هنتكلم عنه، وعشان خاطر كده جوا كل واحد فينا عارفين إن جواه هدف وحلم نفسه يحققه، وعشان كده هنسأل أسئلة كتير وهنرد على كل أسئلة اللي معانا. ومن ضمن الأسئلة اللي احنا عايزين نسألها واللي هي بتدور معانا، إزاي نقدر نحدد هدفنا؟ إزاي نقدر ننجح؟ إيه هو طريق النجاح؟ إيه الخطوة الأولى للنجاح؟ إزاي نقدر نمحي فكرة الفشل؟ وإزاي نقدر نقوم بعد ما نقع؟ ولكن السؤال اللي بنسأله كتير لنفسنا بياخد وقت كبير مننا، وهو هل الطريق اللي أنا اخترته والطريق اللي أنا ماشي فيه هو الطريق الصح ولا أنا اخترت غلط؟ كل دي أسئلة بتيجي في دماغنا، وكل ده هنعرفه النهاردة وهنناقشه في حلقتنا مع ضيوفه اللي منوريني في البرنامج. معايا النهاردة أستاذة دعاء، أخصائي علاج نفسي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. ومعايا النهاردة أستاذة شيرين كمال، المستشارة الإعلامية لقناة وجريدة مصر الديمقراطي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. وكمان أستاذة شيرين هي مثال حي وقدوة لتحقيق النجاح والسعي المستمر. أهلا بيكم. أهلا بك يا حبيبتي، أنا سعيدة إن أنا موجودة معاكي النهاردة. الله يخليكي، شكرا جدا لحضرتك. النهاردة عايزين نتكلم عن طريق النجاح وازاي نقدر ننجح ونمحي فكره الفشل، ولكن عشان نقدر ناخد الموضوع خطوه خطوه حابه ابدا مع استاذه دعاء، يعني لو تنفع تكلمينا وتشرحي لنا اكتر ازاي نقدر نحدد هدفنا. تحديد الهدف الاول بيبتدي بثلاث خطوات. اول حاجه انا عايز ايه ومحتاج اوصل لايه، وفي سبيل ده انا محتاج همشي فين. تمام. يبقى اول حاجه انا عاوز ايه، لازم احط نقطه انا محتاجها. احط النقطه اللي انا محتاجها ايه هي، هنجح في دراستي، هنجح في حياتي. عايزه اكون تدوت حد مهم جدا في شغله، عايزه ابني شركه وانجح فيها. المهم انت رايح وجاي فين في تحديد الخطوه اللي انت عايزها. تحديد الخطوه بيبتدي باني واحد لازم افكر انا محتاج انا فين في ارض الواقع. للاسف المشكله الرئيسيه الناس كلها بتقابلها بيفكروا في اللي فات وفي اللي جاي، لكن انا عندي ارض واقع عايشه لازم ابتدي اخطط له هو. والتخطيط بيبتدي ان انا افكر صح. فانا دلوقتي لازم احط النقطه بتاعتي انا اهو والارض اهي، وهبتدي ابنيها صح. هي دي اول طريقه احنا بنبتدي فيه. تمام. فاحنا محتاجين اول حاجه ان احنا نفكر فيها ازاي ابتدي انجح حياتي المستقره دي. واحد، الاستقرار النفسي شيء مهم جدا. اي انسان لازم يبقى عنده استقرار نفسي، لان الاستقرار النفسي بيوصلني للنقطه الثانيه، الاستقرار العاطفي. والاستقرار العاطفي بيخليني اعرف افكر صح. تفكير الانسان بيبتدي مش من قلبه، بيبتدي من عقله. طب هل العقل هو اللي بيمشي طريق ولا القلب؟ الاثنين. ما ينفعش ابدا قلب بس، او ما ينفعش ابدا عقل بس، بتكون في نسب ما بينهم طبعا. لان القلب في الاساس لو دخل الساحه لوحده بينزل الملعب يلعب، محدش يعرف يوقف. لكن العقل هو الكنترول بتاعه. فانا لما ابتدي افكر لازم يبقى عندي عاطفه تنجحني وتديني شغف، ويبقى عندي عقل يديني بريق يخليني اعرف افكر. تمام. اعرف ابص لقدام، اعرف ابتدي. لو وقعت في الخطوه دي معلش هعرف اقف وهعرف اكمل. صح. وهدور على الوقعه اللي وقعتها واتعلم منها، اطلع منها واتكلم واتعلم منها. تمام. هو ده الاساس، وهي دي البدايه. تمام. في جملة بتقول إن الفقير ليس من لا يملك المال، ولكن الفقير هو من لا يملك الحلم. لكن بين الشباب على السوشيال ميديا دايما بنسمع جملة حياة بلا هدف. عامل إيه بتعمل إيه حياة بلا هدف؟ هل فعلا فقدان الهدف يعني فقدان محور الحياة؟ طبعا طبعا، ده أساسي. يعني إحنا دلوقتي أصلا في رحلة، يعني مش عايزة أعمل إحباط بس حقيقي إحنا في حالة إحباط. وإحباط عام منتشر. أكتر فئة مظلومة من سن 16 ل 30 سن الشباب. دايما تلاقي شاب عنده اكتئاب، يبقى الأب والأم مش معترفين إن عنده حاجة. طب أنت ما تعرفش اللي جواه، أنت ما تعرفش العالم بتاعه عامل إزاي. في منتهى البساطة هو ما عندوش عالم. صح. هو حاسس بالوحده من جواه. اصعب وحده مش انك تكون وسط الناس وعايش لوحدك، اصعب وحده انك تبقى انت حاسس بالوحده جواك. صح. احساس الوحده قاتل. وخصوصا لما يكون الاحساس نابع من عدم هدف. صح. في اللاوعي انا مش عارف انا عايز ايه، وتلاقي نفسك بتخططي وعايزه وعايزه، ولما تيجي تبتدي تلاقي نفسك مش قادره، مقيده. تمام. واقفه محلك سر. ليه؟ لان للاسف الشديد مش بس الاب والام والاسره عامل، لا ده هم عامل، والكيان المجتمع بحاله عامل، زائد ان انت نفسك عامل. تمام. فتلات محاور في حياتنا هم اللي بيوقفونا. تمام. اب وام ومجتمع. هي اكيد عوامل كتير وبتاثر فينا، لكن انا حابه انقل لاستاذه شيرين
خطوات النجاح كتير، لكن أنا إزاي أبدأ أخد الخطوة الأولى للنجاح؟ أول حاجة لازم تعملي خريطة. تمام. تشوفي أنت عايزة إيه. الخريطة ديت بنكتبها تكتبيها دونيها. تمام. بنشوف إحنا عايزين إيه، إيه اللي أنا نفسي فيه وعايزة أحققه. زي ما قالت الدكتورة أنا بشوف أنا عايزة أحقق نجاحي في إيه. دكتورة، مهندسة، إعلامية، مستشارة. اللي أنا عايزاه الهدف لازم يكون قدام عيني. تمام. ده الحاجة الوحيدة اللي بتوصلك للنجاح. اللي أنا لازم يكون في هدف. الإنسان اللي ما بيحطش هدف فهو كده بيتلخبط وبيتوه. بالظبط كده. بالظبط كده. طبعا. وثقته بالله طبعا دي حاجة أول دي أساسية عندي. دي بالنسبة لي أنا أساسي، لأن هو يقول أنا على ظن عبدي بيه. فأنت لو ظنيتي بيه خير فإن شاء الله هتوصل للي أنت عايزاه. فذكر الله وقربك من ربنا. انت حسن ظن عبدي بي. تمام. لانك انت كل ما بتكوني قريبه من ربنا وبتذكري الله واثقه ان ربنا هيديك اللي انت نفسك فيه فهتنجحي. صح صح فعلا. دي بقى دي قاعده انا ماشيه عليها، ان انا رضا الله عليا هو سبب النجاح اللي انا فيه. صح صح. طيب حضرتك زي ما قلتي احنا في ناس عايزه تطلع مهندس وعايزه تطلع اعلامي واللي عايزه تطلع دكتور. كل يوم في ناس كتير بتصحى الصبح وفي من ضمنهم اشخاص كده فعلا عايزه تطلع ايه النهارده، عايزه تطلع دكتور، عايزه تطلع ايه تاني بعدها بيوم، عايزه تطلع مهندس. تغيير الاهداف او تغيير الحلم انا بحط بناء على ايه؟ لازم مش لازم اكون عارفه نفسي وعارفه قدراتي الاول؟ فانا عايزه اعرف ازاي اقدر اعرف قدراتي عشان اقدر اعرف هل هتكون مناسبه للحلم اللي انا حاطه ولا لا. مبدئيا هو المفروض كل يوم بطلع بفكره جديده، ده وانا طفل. لا هو بس اقول ده لو طفل. لكن بس في بعض احيان قبل اقطع كلام الدكتوره. تمام. ان في طفل بيفضل بحلمه انا عايزه ابقى دكتور، عايزه ابقى ضابط، وبيوصل فعلا للي هو عايزه. تمام. لكن في طفل بعد ما بيكبر لا انا كنت بقول كده وانا صغير بس لما كبرت انا مش عايز كده. الدكتوره بقى هي اللي هتكلمنا نفسي بقى. هل العمل النفسي بيبقى مستمر مع الطفل؟ وكمان عايزين نعرف ازاي نقدر نعرف نفسنا ونعرف قدراتنا عشان اقدر احط الحلم والهدف اللي انا عايزه. مبدئيا القدرات موجودة، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل إنسان عنده قدراته كاملة. حاجة واحدة أنا بعملها يا أعليها وحافظ عليها يا هتروح مني وتنتهي. تمام. عشان كده أنا اتكلمت وقلت أهم حاجة تخليني أنجح صح الاستقرار النفسي. صح. الاستقرار النفسي ده يعني إيه؟ أنا ممكن يكون عندي في الحياة اللي أنا عايشها ورحلة حياتي طويلة في ضغط أسري، في مشاكل أسرية، أب بيزعق وأم بتتخانق ومشاكل جامدة كتير. تمام. بس المهم أنا دايما حاطط قدام نفسي هدف، أنا مش عايز أبقى كده. هنا في نقطه بتحصل، في خلل بيحصل في النص. في شباب فعلا بيخرج من النقطه دي، وفي امثله كتيره بتنجح في حياتها مجرد ما بتخرج من تحت الحزام زي ما بنقول كده. وفي ناس تانية للاسف الشديد هي خلاص اتربطت فبقت طول الوقت مربوطه، حتى لو الرباط مش موجود بس للاسف الرباط بقى هنا جوه الدماغ. فعشان كده طول الوقت انت فاشل، انت مش هتعرف تنجح، هو اللي زيك بيعرف ينجح. هو انت فاشله؟ هو انت اصلا تعرفي تقفي على رجليكي؟ للاسف. ازاي نقدر نخرج من الكلام ده بحيث ان هو ما ياثرش فينا؟ ان ده زي ما حضرتك قلتي كلام بيقتل. لازم نحط نقط بقى. 90% اساس الحياه الناجحه 90% ثقه في النفس. ال 90% ثقه في النفس دول منهم 10% كلمات الدعم الخارجي من المجتمع، سواء ام اب اخ اخت اي حد في الدنيا في المجتمع ده. 80% ثقه في نفسك انت في الله ثم انت. ليه؟ لان انت في الاساس هدفك ويقينك بمين؟ بالله عز وجل. صح. انا عمري ما هعرف انجح الا لما اكون حاطط قدام نفسي ان ربنا معايا. من كان مع الله فمن علي. الموضوع منتهي كده. انا معايا ربنا خلاص الموضوع منتهي. قضيه مرفوعه. انا هنجح يعني هنجح ليه؟ اصل انا معايا ربنا. وبرده يا دكتور ان بعض احيان الكلام اللي هو بيكون سبب في فشلي، يعني هو انت فاشله، انت مش نافعه، انت ازاي هتنجحي، بيكون سبب لنجاحك. طبعا ممكن يكون بيبقى حافز ان انت تنجحي فعلا. وفي ناس بتتاثر بيه، فلو اتاثرت بيه التنميه البشريه طلعت هيبقى بعد عن الله. تمام تمام. هو بيكون حافز ودعم كبير. لكن معانا مداخله دلوقتي. مين معانا؟ الو، نور الهدى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا مبروك عن برنامجك وبالتوفيق للتوفيق ان شاء الله. منوره الشاشه حبيبتي. اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جدا لحضرتك. ايه رايك في برنامجنا؟ حابه تضيفي لنا ايه؟ الحلقه حلوه جدا. موضوع الحلقه حلوه جدا. ويا ريت الدكاتره اللي معاكي تدونا روجيتا للاطفال الصغيرين ازاي نقدر نخليهم ينجحوا ويجتهدوا. ولادي اليومين دول بسبب الكورونا الدنيا ضايعه خالص. ويا ريت تبقى في روجيتا حلوه. وبعدين ازاي نحفزهم وازاي نحببهم ونبعدهم شويه عن اللعب بتاع الانترنت والكلام اللي ضايع الدنيا ده. يا ريت روجيتا تبقى كويسه قوي،
ومعلش بعرف على اذاعتكم وبتمنى لكم النجاح من النجاح للنجاح ان نورتينا شاء الله. نورتينا جدا. طب معانا البرنامج، احنا فعلا حاطين السؤال ده معانا لانه سؤال مهم وشاغل امهات كتير جدا. انا بقى هرد عليها. احنا في كل بيت طبعا مش قادرين نسيطر على الموضوع ده، لازم نمنع اولادنا من الموضوع ده لانه فعلا مدمرهم دراسيا. هتلاقي منعيهم من ده لازم يبقى فيه البديل. بالظبط. والبديل الاساسي هو زي الادمان، انا بشبهه نوع ادمان. انت والاب لازم يبقى فيه حلقه اسريه كامله. صح. يعني المفروض ان انا هجتمع مع اولادي، اضحك واهزر معاهم والعب معاهم. يعني اصل انا هلعب معاهم سبت حد، العبي معاهم سبت حد وخلاويص واستغماية، العبي معاهم، حسسيهم انك فعلا معاهم. فعلا مش شرط تقعدي طول النهار عشان ما تتخنقيش، هي ساعه اتلمي فيها انت وهم وتعاملوا مع بعض. طب ما هم ما بيبطلوش، لا مره على مره. هنا الالزام، ما انا اللي هربي على ابني على الالزام. ممكن حاجه ثانيه الخروج والفسح، ممكن اشغله. انا كده هتهيالي احنا هنتوه بره موضوعنا. ولكن احنا استاذه نور السؤال معانا وهنساله هنجاوبه، ولكن خطوه خطوه علشان نقدر نحدد هدفنا ونمشي عليه بكل حاجه. صح. كنت حابه اعرف حاجه، احنا كلنا هدفنا النجاح، ولكن معيار النجاح بيختلف من شخص لشخص اكيد. صح. بيختلف بناء على ايه؟ اجاوب انا ولا اتفضلوا؟ لا جاي عيني، اتفضلي طبعا. ميرسي يا حبيبتي. معيار النجاح بيختلف من ست لراجل، من ام لاب، من بنت لشاب. ليه؟ لان سبحان الملك رب كل واحد ليه كيانه وليه تفكيره. وانت بنت غير وانت ام، وانت متزوجه غير وانت ام. صح. كل معيار في هو كده كده اصلا انت عندك رحله عايزه تنجحي فيها. طول ما انت بتحدديها كده كده كل مرحله بتبقى اقوى من اللي قبلها. ليه؟ زدتي خبره، زدتي معلومات، زدتي مهاره. ابدا مفيش يعني، وانت بنوته انت عندك الحماس عالي قوي والطاقه فعلا عاليه جدا. البنات ما بتفصلش طول الوقت، عايزه زي الولاد بالظبط، الطاقه عندهم عاليه، فاضيين، ما عندهمش تحمل مسؤوليه لشيء. فبالتالي اول اسبابهم ان هم عايزين ينجحوا يثبتوا كيانهم، يبقوا شخص مرموق او شخص لامع في المجتمع. بعد ما يبتدي يخش في رحله الزواج ويتزوج بيبقى اب وعنده مسؤوليات، المرحله بتتغير والفكر بيتغير. هنا بيظهر حاجتين، الاستقرار النفسي الاساسي بتاع الاسره والاستقرار العاطفي. احساس الابوه والامومه شيء ملوش حل، لانك بتستمتعي فيه بالعطاء والرضا والقناعه. هم دول نجاح تاني خالص. ليه بقى؟ لان انت فيهم. لكن انت اهم حاجه الرضا. صح؟ طبعا ما دي اللي احنا بنتكلم فيها بقى. يعني طبعا الرضا اساس النجاح في الحياه، الرضا. والجمله قلتيها في منتهى الجمال. تمام. اساس النجاح في الحياه الرضا. الرضا. لان الرضا ده مش سبحان الله مفازه. الرضا كمان قربك من الله كده، معناه ان انت راضيه، ان انت قريبه من ربنا. صح فعلا. فديت حاجه بتوصلك برضو للنجاح. تمام. طبعا. هستأذنكم في مكالمه معايا رؤيه من القاهره. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا رؤيه، عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اكلم الدكتوره واقول لها ازاي تديني خبره اتعامل مع الطفل العنيد. عنيد جدا، ما بيسمعش كلام حد، وعلى طول الطفل العنيد عنده حاجات منفذة. حاضر. لا الطفل العنيد ده عايز حلقات وحلقات، عايز موسم كامل ليه. حاضر. بس هو مجمله بقى هقول للدكتوره كده ان انت ما توصلوهش للعنيد، يعني حاولي ان انت تاخديه بهدوء. ملهاش دعوه، بس هي لو اتعاملت معاه بهدوء. ما هو ده إيه؟ كل طفل مدخل. هو الطفل عنده كام سنة؟ مداخل الأطفال مختلفة. رؤية؟ أيوة. الطفل عنده 3 سنين. الطفل عنده 3 سنين، يعني لسه في مراحل ال ده لسه هقول لك. ده لازم يستمتع بالمرحلة دي. وانت كمان لان اسمها استكشاف، هو مش عنيد، هو كده باسمه استكشاف. طب لكن ازاي دلوقتي ازاي نتعامل مع طفل عنيد في السن اللي زي لازم يبقى عندي حاجه اسمها لغه الجسد، لازم ابتدي اوري له. مش شرط ازعق، بلاش ازعق خالص يا رقيه، لان الزعيق بالعكس بيزود العند معايا. لكن انا ابتدي ارسم على وشي ملامح الزعل، ملامح الضيق، وابتدي اقشر شويه، وابتدي ابين ان انا زعلانه. وخلي بالك كل ما كان الفوليوم هادي، الصوت هادي وثابت والوش واضح، الطفل بيبتدي يرسم قدامه وفي مخيلته لا ماما هتزعل، لا ماما، فهيبتدي يبص لك اول ما يجي يعمل، عشان لا انا عملت حاجه غلط فهيبص لك على طول. وحاجه تانية لو هي قالت له انا مش هجيب لك الحاجه ديت لو عملت كده تاني، هو فهو حبه، هو ممكن يكون ما هو عنيد، بس هو من كتر حبه في الحاجه هيشوف اكتر حاجه بيحبها. بس احنا كده برضه هنعلم الطفل حاجه اسمها المصلحه. ما دي هي دي بقى. فانا مش بس عشان هو عنده 3 سنين صغير. دي بالعكس المرحله دي مهمه جدا، لان انا فيها بحتوي بالحضن والبوس. دي بقى رحله حياه الطفل في المرحله دي، الحضن والبوس. تمام. دي قمه سعادته. تمام. انك تاخديه في حضنك وتبوسيه بيبقى في قمه سعادته.
ان انت ترمي ترش عليه زي ما بيقولوا كده البص القنبلات. تمام، شكرا جدا لرؤيه وشكرا جدا لسؤالك، اتمنى يكون قدرنا نفيدك. الثقه بالنفس عامل اساسي مهم للنجاح. دكتور شيرين، ازاي نقدر نزود ثقتنا بنفسنا؟ بتزودي ثقتك في نفسك انك بتحددي هدف قدامك. تمام، هدفي ان انا انجح، عايزه انجح، هشوف انا ايه اللي ناقص او ايه اللي قدامي عايزه اوصل له واحققه، بحب ايه عشان اوصل له. هخليها زي الغنوه بتتردد في وداني باستمرار علشان احقق اللي انا عايزاه. تمام، يعني بشوف الحاجات اللي بتحبطني ببعد عنها. تمام، خالص. يعني زي ما قالت الدكتوره في الاول كده ان دايما فاشله مش هتنجحي. الكلام السلبي السلبي اللي هو بيأثر عليكي نفسيا. تمام، لا ما استجبلوش، انا بايد ما تستجبيش، بيستفزك الحاجات الحلوه بالظبط كده. لكن دلوقتي بس احنا في شخصيات نزود الثقه بالنفس، ابعد عن الكلام السلبي. طب ايه الخطوه الثانيه اللي اعملها؟ اقرب من ربنا. تمام، حلو قوي. قرب من ربنا هو ده اللي هيخلي ثقتي هتزيد في نفسي جامد قوي، لان انا واثقه ان انا هنجح زي ما قلت لك في الاول باراده الله انا ناجحه. طبعا طبعا، الحمد لله. بس هي دي الحافز اللي انا بحطه قدامي. اوكي، معانا تليفون تاني. معانا شعبان من المنيا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ استاذه امنيه، اخبارك يا فندم؟ تمام الحمد لله. تشرف البرنامج والله يا فندم. شكرا جدا، شكرا جدا لمكالمتك، تشرفنا بيها. طبعا متشرف ببرنامج حضرتك، وكنت برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، علشان يعني بالنسبه البرنامج طبعا بيتكلم عن طريق النجاح. صح. طبعا انا نزلت في شغل، انا حاليا مشرف عام لشركه فور ذا لايف. ما شاء الله، مبروك. تمام. طبعا انا اخذت معلومه من شخص عظيم جدا، ده رئيس مجلس اداره شركه فور ذا لايف اللي هو الاستاذ دريم البحراوي. تمام، هو طبعا حمسني في حاجات كتير، يعني بالنسبه لان انا لازم اعتمد على نفسي، لازم يبقى ليا طموح في الحياه، لازم يبقى ليا مشروع خاص بيا. تمام، ودلوقتي انا برضو يعني بدات في اول طريق. تمام، وبكون في مشروع صغير كده، وبرضو لسه مقيم، يعني لسه شغال معاه في الشركه. تمام، وبحب اوجه له شكر كبير جدا، وبوجه لحضرتك شكر كبير جدا ان انا حضرتك استضفتيني معاك في البرنامج. شكرا جدا ان انت اتكلمت معانا، احنا فعلا مبسوطين جدا بمكالمتك. نخليك يا فندم. وبرده كان عندي سؤال للدكتوره، اللي هو حاجه مفيده جدا للقلق والتوتر، يعني مثلا لو عندي قلق وتوتر جامد. تمام، عايز حاجه مثلا اعرف ازاي تقدر تسيطر على قلقك وتوترك. صح كده؟ تمام. حاجة تاني كده؟ في سؤال تاني؟ ماشي، شكرا يا فندم. شكرا ليك، العفو. ازاي نقدر نسيطر على القلق والتوتر؟ مبدئيا عشان نقدر نسيطر على القلق والتوتر، في حاجة جميلة قوي احنا بنتعلمها وبنسمع عنها، بس للأسف الناس مش مؤمنة بيها بجد. المديتيشن. نفس عميق. اللي هو النفس العميق. النفس العميق. تدريب. نفس عميق من جوه قوي. ليه؟ أنا باخد الأكسجين من قلب المناعة محمل بكل الطاقات الإيجابية وارميه في قلب المخ، يعمل عملية إيه؟ ينشط المخ. ساعتها بيحس الإنسان بدوخة شوية وزغللة. ليه؟ لأن الأكسجين بيبتدي يوسع في الدماغ ويبتدي ينشطها، يبتدي الإنسان أوتوماتيك بعد ما يعمل 5 مرات ورا بعض يحس إن هو هدي. يعني هو ياخد نفس عميق ويطلعه تاني في 5 مرات في اليوم، صح كده؟ 5 مرات، كل مرة 5 مرات. تمام. يعني مثلا احنا عندنا الفروض الخمسة، كل فرد يعمل بعد كل صلاة 5 مرات. تمام. هيبتدي يحس بايه؟ يعني بس يقول لك ايه، اصل انا بحس بضيق، انا بحس بخنقة. ما هو طبيعي، لان انا في الاساس انا ما عنديش طاقة فوقعة، فانا محتاجة اجددها على الشط. انت شفتي هي قالت كلمة جميلة، وهي بتقول بعد كل صلاة. هي قالت كمان بعد كل الفروض. يعني حتى الدين داخل في كده برضو. تمام. 5 مرات. الدنيا دي كلها هدفه النقاء والحب. صح. خلي الحب وسط البشر وللناس كلها. الناس محتاجة تحب. محتاجة بجد الكلمة الحلوة. محتاجة الكلمة الطيبة. محتاجة انك تحمسيها. محتاجة انك تحفزيها. ده سؤال تاني. ده سؤال تاني هندخل عليه. لكن من ضمن المواقف الحياتية ان ناس كتير لما بتصحى الصبح بتفضل تقولي نفسها انا مش عايزة انزل الشغل. انا مش عايزة اتعامل مع حد النهاردة. مش عايزة افكر. مش عايز ابدع. انا مفكرة اقدم استقالتي. اي سبب ده بيكون سببه ايه؟
لا هو دي تراكم بتبقى العامل المساعد والرئيسي الوسي بقى السوشيال ميديا. دي مشكله كبيره جدا اتكلمت فيها قبل كده انا والدكتوره ان التكنولوجيا فعلا وصلتنا للدرجه ديت. ممكن تكون سبب ان انا اتجنب الناس وان انا مش طبعًا عايزه اتعامل لدرجه ان انا اكسل اروح اي مكان. طبعا دي اساسي تمام. وكمان بتعمل توحد عند الاطفال من كتر ما هم بيمسكوا التابلتات والموبايلات في البيت والالعاب الببجي والحاجات اللي طالعه جديد ديت سببت مشاكل نفسيه للاولاد. تلاقي الولد قاعد ماسك الموبايل مش مهتم بمين اللي حواليه مين بيتكلم مش كمان الاطفال احنا بنبص كمان والكبار تمام. حتى بيبقوا ماشيين في الشارع راكب العربيه واخد كل حياتنا. طب ازاي نقدر نعالج ده او نخرج بره سيطره التكنولوجيا انها بتسبب لنا الكسل؟ يعتبر مبدئيا لازم نعرف ان ده ادمان. بالظبط هو ادمان لسه بقولها ادمان نسبته مش كبيره قوي طالما انا بقعد مسيطره علينا. ايوه لقيتي نفسك لما تيجي تمسكي ولا ما تقدر انا واحده من لازم اشوف خرجت منه تماما تمام. يعني انا ما عنديش استعداد ان انا اضيع وقتي وانا قاعده ارد على ده وارد على ده وارد على ده. صح هي تضيع وقت لازم اشوف البديل كبيرة. البديل لو تواجد البديل هنبعد عنه. لكن احنا للاسف البديل ان انا لو انا بدل ما امسك الموبايل لو قعدت اقرا قران لو صليت لو شفت ايه اللي قعدت مع اولادي شفت ايه اللي ناقصهم ايه المشاكل اللي عندهم زي الشباب نفس الكلام. متهيألي هو الموضوع كبير يعني كبير جدا هو يتطبق على الشباب والاطفال متهيألي على مش على شباب واطفال بس احنا محتاجين نرجع للحياه روحها روح الحياه. ليه؟ لان الحياه بقت رتميه احنا بقينا عاملين زي الاله ماسكين الموبايل وماشيين بيه ومش حاسين بحاجه. طب اخرجي بعيد عنه انا زهقان وحيد ايوه وحيد. وعلى فكره هو مش برضو شباب واطفال بس حتى الناس الكبار برضو بقى يقعدوا عليه. يعني انت كده برضو دخلتي فيها فئه ثانيه الناس الكبار بقوا برضو مدمنينه فاحنا كده اصبحنا في ادمان لازم نتخلص منه. طيب استاذه شيرين حضرتك قلتي نخرج بره الادمان بالصلاه والقران او نتجنبه خالص. استاذه دعاء ازاي نقدر نخرج بره الادمان ده؟ اول حاجه لازم ارجع لنفسي ثقتها تمام. لان الانسان بيخش جوه السوشيال ميديا لانه مش لاقي نفسه بره وبيبتدي يبني لنفسه كيان جواه تمام. طب انت قدرت تبني جوه ده كيان بايه؟ بانك بتقول كلام مش حقيقي بانك بترسم كلام وهمي وخيالي طب اخرج بره ده وسيبه ابتدي تركز على ثلاث حاجات. ثلاث حاجات اول باب واهم باب اليقين. انا واثق في مين؟ قالتها شيرين وربنا يبارك لها انا عندي حسن ظن عبدي بيه ما دام عبدي يحسن الظن فيه. صح احسان ظني بالله مبدا حياتي وما ينفعش ان انا اتنازل عنه. ليه؟ لان هو ده رحلتك مفتاحك. هو سبحانه وتعالى على ايه؟ هو قال لك ان انا اقرب منك من حبل الوريد. يعني حبل الوريد اللي جواكي انا اقرب منه. عشان كده سؤال انا بساله للناس هو ربنا فين؟ كلنا تربينا على ان ربنا فوق بس ربنا هنا جوانا في قلبنا ونيسي قلبنا. ونيسي وجليسي صح وجليسي هو ده الاحساس. طيب حضرتك قلتي احنا نخرج بره الادمان ده بان احنا نزود ثقتنا بنفسنا من وجهه نظرك ازاي؟ اتنين ان انا ابتدي بقى اراجع حياتي صح تمام. اولا انا شخص انا عندي انواع من الشخصيات مختلفه كتير بس هناخد النمطين المعروفين تمام. شخصيه ضعيفه وشخصيه قويه اللي هي السليطه. لا ابتدي بقى انا اطلع انا فيا عيوب ايه هي 1 2 3 4 وابتدي ابص لها. طب هما بيقولوا ان انا فيا ده طب بيني وبين نفسي الاعتراف لازم اعترف تمام. اعترفت انا عديت نص الازمه. ليه؟ لاني ببتدي اشوف الحقيقه وابتدي احاول اصلحها. عشان احاول اصلحها ابتدي واحد ابتدي اطلع كل المشاكل اللي جوايا واطلعها واطلعها بكتابه بتسجيل وبعد ما اطلعها اركنها واسمعها تاني يوم ما اسمعهاش في نفس الوقت تمام. لو سمعتها في نفس الوقت يبقى ما عملتش حاجه. بس في ناس بترفض هلاقي نفسي ضحيه برضه. في ناس بترفض ان هي تعترف بالاخطاء بتاعتها او تعترف بالحياه اللي هي لو تايه لو ما اعترفناش بغلطنا هنفضل في نفس الغلط في ناس متكرر. لسه اقول هي مش بتعترف بالظبط. فبندخل في برضه ان في ناس برضه موجودين على السوشيال او على التكنولوجيا الحديثه ده مرض عندهم بيتقمصوا شخصيات ما بيقدروش يخرجوا عنها فبيضطروا يلجأوا لدكتور نفسي. وفي ناس ما بتتكسف ان هي تروح لدكتور نفسي كمان وما بيعترفوش اصلا المجتمع بتاعنا ما بيعترفش بيه. طيب نرجع لموضوعنا عن النجاح في طريق النجاح وخطوات النجاح. لكن اكبر عدو للنجاح استاذه شيرين ان ابقى محبطه دايما حاسه ان انا هفشل لو حطيت في دماغي كده عمري ما هنجح تمام. لازم زي ما قلت لك برسم خطه برسمها لنفسي انا عايزه ايه تمام. وزي ما قلت لك ممكن نكتبها كمان ونشوفها. يعني ده رايي علشان دايما اتذكرها. ف ده المبدا بتاعي ان انا لازم اكون ماشيه على مبدا صح. انا عايزه اوصل للحاجه دي فاوصل لها
صح فعلا. بس طيب استاذه دعاء، من وجهه نظرك اكبر عدو للنجاح؟ قالتها الاحباط. الاحباط. طب ازاي اقدر اواجهه؟ يعني ايه ده عدو لازم اواجهه؟ قوه بقى، قوتك شخصيتك. اه بالظبط كده. انت اصلا البرنامج كله بيتكلم على نفس الرحله. صح. نفس الفكره. انت ممكن تحولي كتب وتقري كتب كتيره جدا، بس في الاساس هي رحله. هقول لك على حاجه، انا كان في فيلم اجنبي سمعته لشخص اسمه كريس جرادل تقريبا كده، كان انطرد من منزله هو وابنه، وزوجته تخلت عنه، وكان بيبات في الشارع. هو ما استسلمش، هو فضل ورا هدفه، عمل حاجة صغيرة وكبرت وبقى الشركة، وبعد كده عمل شركة كبيرة جدا وبقى رجل أعمال كبير ملياردير. فيعني حتى برضو الأفلام اللي بنسمعها برضو بيكون فيها حاجات للنجاح، يعني هو بيعرفك برضو ان الشخص ده وصل. دي قصة حقيقية كانت في فيلم ومن الحقيقة. صح. هي مش في مصر وكعية. بس هي خارج مصر واقعية بس موجودة. فهتلاقي ان انا ما استجبش، انا زي ما بقول مفيش لا سيدة شاب طفل. انك انت بمناسبة السيدة، احنا معنا مكالمة من استاذة رانيا. اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء النور استاذة رانيا، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله. اتفضلي انت معانا. كنا نتكلم عن طريق النجاح. لا في حاجات كتير قوي نتكلم فيها، وطبعا اقول كل سنه وانتم طيبين شعبان، وكل سنه وكل مراه بخير. ولو هنتكلم عن النجاح بقى يبقى نذكر المراه، بما اننا بنحتفل بيوم المراه العالمي. اكيد طبعا، لان ورا اي نجاح هتلاقي المراه بصراحه، وعلى مجهود وصبر تحمل كل حاجه كل حاجه. انت بتشتغلي ايه يا رانيا اول حاجه نسالك؟ نعم بتشتغلي ايه؟ لا انا سيدت، انا في البيت وفتحه قناه صغنونه كده على اليوتيوب يعني، وابتديت فيها زي ستات كتير قوي. انا هوايتي الطبخ، فعامله من البيت عندي زي ستات كتير برضو. فتحت قناة على اليوتيوب وابتديت فيها من 6 شهور، ونفسي احقق فيها حاجة، يعني نفسي احقق فيها شهرة، مكتب، كل حاجة. ان شاء الله. طيب احكي لنا شوية عن نجاحك، او لو في سؤال حابة تسأليه او توجهيه. هو لسه احنا هنبدأ في طريق النجاح على اسم الحلقة. حلو قوي ان في يقين ان في نجاح. طب هل بتتأثري؟ يعني انا لسه في اول خطوات ولسه بتمنى فيها حاجات كتير اكيد طبعا، يعني بتمنى ان انا احقق نجاح فيها، بحقق شهرة تكون شهرة محترمة، شهرة كويسة اقدر افيد بيها غيري يعني. طب هل يا رانيا بتتأثري؟ ندخل البيوت، فعايزين نعلم الناس الاول يعني المحتوى بتاعي يبقى محتوى كويس، وندخل القلوب باذن الله ان شاء الله. هل طب بتتأثري بكلام اللي حواليكي؟ لو حد قالك ان انت هتفشلي، قناتك مش هتنجح، هل بتتأثري استحالة مش ممكن، لاني انا لغاية دلوقتي بالفعل محققت شروط اليوتيوب. انا حققت شرط واحد بس، والشرط الثاني ان شاء الله على وشك باذن الله. توفيق ان شاء الله. يا رب. في اكيد احباط كتير، بس انا من النوع اللي بدي نفسي دايما طاقه ايجابيه. حلو جدا. جميل جميل. ان شاء الله تبقي شيف كبير وتنجحي باذن الله. بالتوفيق يا رب. تمام، نرجع لحلقتنا. بالنسبه للتخطيط، هل التخطيط ممكن يكون السبب الوحيد والرئيسي للفشل؟ احنا مش قلنا اول الحلقه، قلنا 3 حاجات. ايوه، هو ده تخطيطك، لان التخطيط لحياتك بيبتدي منين؟ اول حاجه لازم ان اكون واضح الرؤيه مع نفسي، وواضح الملامح. يعني هدفي لازم يبقى ليه ملامح ملموسه. لكن هل التخطيط هو السبب الوحيد للفشل، ولا في اسباب تانية؟ اسباب تانية كتير. طيب نسخ التليفون ونرجع الاسباب التانية. ماشي. معانا ايمان من القاهره، اهلا وسهلا. الو ازيك يا استاذه؟ انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك ومع الاستاذه. اهلا وسهلا بيكي، والله احنا مبسوطين جدا بمكالمتك. اتفضلي انت معانا. هو انا عندي مشكله. اتفضلي. بنتي من وهي صغيره بتخاف من الامتحانات، لانها بتبقى مذاكره كويس جدا وكل حاجه، بس دايما الناس بتقعد تقول لها انت مش هتنجحي. بعد ما تبقى مركزه وخلاص، الاسترس والخوف بيسيطر عليها جدا، مع انها بتبقى واثقه من كل حاجه. تمام. هي بقى تعمل ايه؟ هي انا لقيت حضرتك بتتكلمي عن الحلقه، وبشكرك جدا اللي بتتكلمي عن الحلقه دي. شكرا ليك عشان ترتفعيني. شكرا ليك. يعني انت مشكلتك كده الخوف الزياده والقلق والتوتر الكتير. برضو برجع اقول نفس الكلام اللي بقوله، لو انت علمتيها تقرب من ربنا. شكرا جدا استاذه ايمان. هيتشال منها الخوف. قربها من ربنا ده اول حاجه.
وهي رايحه الامتحان عندها يقين انها لازم تصلي وتقرا قران وبتذكر الله. دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن الروشته اللي انا اقول لها عليها دكتوره بقى نفسي هي اللي ممكن تتكلم، لكن انا عن نفسي بقول لها ان انت لازم تنصحيها ان هي لازم تصلي وتذكر الله، ودايما ان تعرفيها ان ديننا هو الاساس في حياتنا وهو اللي بيحوش عننا كل الخوف. صحيح. انت بقى تتكلمي بقى نفسي. احنا بس لازم نعرف كويس قوي قوي ان جوه المخ في حاجه اسمها اللوزه المخيه وهي المسؤوله عن الخوف. ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز في سوره البقره: ولنبلونكم كل البشر بشيء من الخوف والجوع. لازم نخاف ولازم نجوع، دي حاجتين الناس كلها لازم نخاف. ليه لازم نخاف؟ لان الهرمون بتاع الغده دي هو المسؤول عن ضبط الزوايا. النهارده اول يوم في الامتحان انا خايفه، اول يوم ليا في الشغل بتاعي انا متوتره. بس لو الخوف زاد عن حده بقى ماشي. لا هي مش زايد عن حقه، هي حد حده، هي للاسف في مشكله تانية عندها، هي مرتبطه ببعضها. ليه؟ احنا نتكلم بصراحه، انا بنتي بتخاف عشان هي حساسه، ومع انها هي شاطره وكل حاجه، بس في كلام بيوجع اللي لسه بنتكلم عليه. بالظبط. انت مش فالحه، خليك انت فاعده في كذا. اهو ده بقى التاثير او التاثير السلبي. التأثير السلبي تمام. طب انا اعالجه ازاي؟ لازم اقعد معاها اتكلم معاها وابتدي ادعمها. طب ما انت يا ماما بصراحه بتقولي كلام يزعلني. لا يعني ما انا ببقى خايف عليك عشان انت مش حاسه بنفسك، فانا لازم اعمل لك يعني تنشيط كده وذاكره، لازم افكرك. بس طب افكرها ازاي؟ ان انا ابتدي اقول لها ذاكري، خلصتي اللي عليكي، عملتي اللي عليكي، اعملي. مش ممكن يكون ضغط؟ هو الاول اعملي اللي انت عايزاه بس خلصي اللي عليك الاول. تمام. طب يا ماما اصل انا ماليش نفس الوقت. طب خلاص طالما مالكيش نفس الوقت ذاكري بعدين، واقعدي اللي حابه اللي انت عايزاهم، بس اقعدي ذاكري. دي نصيحه الامهات عايزين نوجهها لهم. حاجتين هنا بقى. في امهات فعلا ما بتلجاش للكلام اللي بتقوله الدكتوره ده. ايوه، ما انا خالص. حاجتين بقى هنا احيانا في مكالمه. في مكالمه. الو الو. ايوه الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه من اطوال. اهلا وسهلا بحضرتك. احسن ناس نورتنا والله. والله هو طريق النجاح ده ممكن لكل شخص، بس اهم حاجه يكون اولا يعني بيستعين بالله، ثانيا يكون يشغل نفسه بهدف مشروع، مش هو اشاعه الشائعات والاكاذيب والاباطيل على الاشخاص المحترمه الاشخاص المستقيمه. يكون هدفه مشروع، هدفه تحسين نفسه، تطوير نفسه، تطوير الاخرين، وما ينهيش الناس بحاجات ملهاش اساس. صح. يعني دائما الانسان يكون شخص نفسه بعيوبه ويحاول يطور من نفسه حيوصل لاحسن درجات. لكن الانشغال الشخص بعيوب الاخرين ويحاول ابطاءها ممكن ربنا يبتليه. فالانسان دائما يكون مشغول بنفسه افضل بكثير، لانه هو بيكون مشغول بالاخرين. فتيجي النجاح اولا هو التوكل على الله، ثم تطوير الانسان نفسه والسعي وراء هدف مشروع ربنا يرفعه. لا دي رسالة حلوة جدا، حاجة يعني جميلة. شكرا جدا لحضرتك. ماشي، احنا 1% بيقول الكلام الحلو ده، المهم ان احنا ننفذ. هي فعلا انشغلنا بمشاكل اللي حوالينا، وان احنا عندنا حب اصطلاع عايزين نعرف دي بتعمل ايه ونجحت ازاي، ولازم اوصل فضول زياده. في حاجه احنا برضو من طريق النجاح ان انا بشوف الدكتوره دعاء نجحت، مش شرط اكون زيها، بس انا عايز انجح اشوف هي تعبت قد ايه عشان تنجح. استشيرها على ايه؟ لا مش كمان، لا بيها. انا هي ليها طريق وانا ليا طريق. طبعا. بس اشوف هي تعبت، انا بتعب زيها عشان كده. لا هي تعبت فوصلت للي هي عايزاه، انا ما تعبتش، يبقى لازم اكثف مجهودي عشان اوصل للنجاح اللي انا عايزاه. وده اللي بتتكلم عليه السيده اللي كانت معانا. صراحه فكره يعني بصراحه حاجه جميله. ربنا عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا ما قالش غير الكون، ربنا قال غير نفسك انت. بالظبط. تغيير النفس من جوه هو الاساس. استاذ محمد. الو. ايوه ايوه، منور الدنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك معانا. استاذ محمد مجدي. استاذ محمد مجدي. استاذ محمد مجدي طبعا دي يعني قصه نجاح جميله جدا هو يتكلم عنها. لا قصه نجاح حابين نعرف عنها وتحكي لنا من اول ما قدرت تحدد هدفك وخطواتك. انا اسمي محمد مجدي، من محافظه اسماعيليه. احسن ناس. حاليا انا رئيس مهرجان الفي اي بي الدولي، ورئيس مجلس اداره شركه في اي بي اسماعيليه لتامين وتنظيم الحفلات. تمام. البدايه كنت انا شغال جارد، وزي اي حد يعني، زي شاب متخرج من واخد بكريوس او متخرج من جامعه ومش لاقي شغل. فعشان انا كنت بمارس الرياضه فكان سهل بالنسبه لي ان انا اشتغل موضوع الجارد. بس فكره ان انت من جارد يبقى صاحب شركه،
فده كان حلم بالنسبه لي ان انا يبقى عندي خطوه حلوه. ما طبعاً شاء الله مبروك. طبعا يعني. هو من الناس الناجحين اللي انا بعتز بيهم بجد يعني. هو ابتدى بثلاثه بودي جارد معاه. وهو حاليا عندك كام واحد يا استاذ محمد؟ 150 جارد. ما شاء الله ما شاء الله. وكان بياخد في بدايته حاجات بسيطه جدا، وهو دلوقتي بيحضر كمان الايفنت بتاعه، وربنا يكرمه يا رب. استاذ محمد كدا. النجاح ما بيقفش، ايه خطواتك التانية؟ لا النجاح ما بيقفش، الفكره كلها ان انت لازم تحط حلم لنفسك. حلو. طيب ايه الخطوات التانية اللي عايز تحققها؟ الخطوات ان انا عايز اخلي الايفنت بتاعي يبقى اكبر واكبر، اكبر عدد شركتي، يبقى ليا فروع في كل المحافظات، اتيح فرص عمل للشباب، لان انا برضو كنت انا زيهم وبدور على فرص شغل برضو. فكره برضو لازم تنمي برضو من قدرات التيم بتاعك، ولازم لازم يبقى عندهم مهارات مختلفه عن اي شركه ثانيه، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي، بياخدوا كورسات وتدريبات مختلفه عن اي شركه ثانيه. الحمد لله. الحمد لله موفق دايما، وربنا يوفقك في طريقك يا رب ان شاء الله. جد الناس اللي بنشكرك جدا استاذ محمد، الشغل بتاعه يعني فعلا هو ناجح، وربنا ان شاء الله يوفقه وهيوصل للي هو عايزه يا رب. ان شاء الله. احنا كنا اخر حاجه سالناها ان عدم التخطيط ممكن يكون السبب الوحيد للفشل، حضرتك قلتي لا. طب ايه الاسباب الثانيه اللي ممكن تسبب الفشل؟ فقد الحلم. انت عشان تعيشي انت محتاجه يبقى قدامك حلم. صح. حلم حياتك ايه؟ نفسك تبقي ايه؟ نفسك من جواك. طب والحلم هل هو حاجه واحده ولا بيتغير مع مرور الحياه وتجربها؟ بالحلم بيتغير؟ لا بيتجدد، بيبقى ليه اهداف وليه دواحي تانية جميله في الحياه. بس يعني في حاجه دكتوره، في ناس بتفشل ان هي تحقق حلمها فبتقف. هل انت بتأيدي ان هي لازم لو فشل يقف ولا يكمل تاني؟ يكمل ويشوف. الفشل مش معناه ان انا فشلت، فالفشل ممكن يكون طريق للنجاح. هتعلم تجربه جديده وهخرج منها بانتاج فكره جميله اقوى من اللي فاتت. تمام. لان انا وقعت خلاص. اوكي. طب ما كورونا جت وقعت ناس كتير، يبقى خلاص كده احنا لا طبعا الفشل مش نهايه المطاف. هنرجع نكمل حلقتنا والنهارده ان شاء الله الفشل مش نهايه المطاف ابدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا معاكم، استنونا. انا مش برضه اقطعها لان هي انا في تخصص رجعنا لكم بعد الفاصل، نستكمل بقى حلقتنا ونبعد عن الفشل، والفشل مش نهاية المطاف. ناس كتير بعد ما بتكون حددت هدفها ومشت الخطوة الأولى ليه والخطوة الثانية والخطوة الثالثة، خلاص بتوصل لنجاحها، بتيجي في نص الطريق وفجأة
اليأس وإحباط، فجأة أنا ما عنديش طاقة أكمل، أنا مش عايزة أكمل، أنا رجعت للصفر. إزاي نقدر نتغلب على اليأس أو نعمل إدارة لشعور اليأس بحيث أنه ما يسيطرش على كل جوانب حياتنا؟ مبدئيا لازم احط الاول نقطه مهمه قوي لازم افهمها، ايه هي؟ في فرق ما بين الاراده وفي فرق ما بين العزيمه والاصرار. الاراده هي بدايه الطريق، انا بمشي فيه وبنجح، بعد ما بطلع هوب للربع اللي بيحصل، بيحصل ظهور الياس والاحباط والخلل، في خلل بيحصل خارجي كان او داخلي. طب ده ليه؟ ده لان خلاص كده الاراده عملت اللي عليها، فانا محتاج من جوايا عزيمه ان انا اكمل، والعزيمه بتيجي من جوايا، لازم يبقى عندي مقاومه. طب ما هو انا بعمل وبحاول بس برضو ببقى تعبان، ما هي هنا العزيمه ومعاها الاصرار، الزن الزن على الهدف، امال انا هنجح ازاي؟ اي حد فينا محتاج اراده وبعد كده عزيمه واصرار، لازم ازن وافضل اكافح لغايه ما اوصل. كمان هقول حاجه برضو هضيفها طبعاً. للدكتوره، لازم اكافئ نفسي ان انا لما بنجح في حاجه لازم اكافئ نفسي بهديه، ان انا انزل واجيب هديه لنفسي عشان احس بمعنى النجاح. استاذة شيرين، بتكافئي نفسك ازاي وازاي بتقدري تحفزي نفسك دايما للوصول للنجاح؟ بكافئ نفسي ان انا لازم اجيب حاجة، يعني لو اي حاجة نجحت فيها لازم بجيب لنفسي هدية، بنزل اجيب لنفسي حاجة تسعد نفسي ان انا نجحت، الحاجة اللي انا عايزة اوصلها انا وصلت لها. لما جيت بكمل اعلام فكنت بتكلم مع شخص قريب ليا جدا، فهو هي الوحيدة اللي كانت تعرف ان انا بكمل، فكانت بتقولي بجد انا عارفة ان انت هتوصل اللي انت عايزاه. كتير كان غيرها بيقول لي لا، يعني لما عرف ان انا اخدت الشهاده بتاعتي فكان بيقول لي ايه ده انت مجنونه ازاي وليه ما قلتيش وليه ما اتكلمتيش، هو مش من حق حد ان انت لازم تقولي انت بتعملي ايه، بس كنت بلاقي ناس كتير قوي بتشجعني، فدي كانت بتساعدني قوي قوي قوي، ان كل ما بنجح بتصل بيها بقول لها انا حققت نجاح كذا زي ما انت قلتي لي بالظبط، هي سمعيني على فكره، فكنت ببقى سعيده جدا بنجاحي، فانا عارفه ان هي فرحانه ان هي فعلا قالت الكلام وانا بحققه، فدي من ضمن الحاجات اللي كانت بتحفزني اكتر، ان فعلا لو واحد بس بيشجعك انت هتوصلي للي انت عايزاه، فدي حاجه بتسعدني. فلما بنجح بنزل اجيب لنفسي هديه مقابل حاجه من او من لو فلوس بتدخل لك حاجه بسيطه جدا بجيبها لنفسي بمجهودي بقى اللي انا كنت بسعى نفسك دايما ليه. فده مبدئي. استاذه شيرين حضرتك تستاهلي كل خير وكل نجاح. معانا اتصال تليفوني، استاذ دريمي اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه عمنية السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اولا اسمحي لي ان ارحب بضيوف حضرتك استاذه شيرين واستاذه دعاء. اهلا وسهلا بحضرتك. واسمحوا لي كمان ان انا اتقدم من خلال برنامج حضراتكم بالتحيه للجميع وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وخير صحه وسلامه. بصراحه انا ليا وجهه نظر، تمام، لازم يتم البحث من خلال حضراتكم على كل الناس اللي هي نجحت وقدمت في مجالات مختلفه نجاحاتها وقدمت نماذج كويسه من خلال المشاريع بتاعتها اللي هي ثبتت وجودها في المجتمع، وده مش هيتم الا من خلال حضراتكم انتم، من خلال البرامج اللي هي بتهدف هذه المواضيع اللي هي بتكون تحت شعار بالعمل تنهض الدول او بالعمل تنهض البشريه والمجتمع. هو شعار حلو جدا. تمام يا فندم. وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام مش غريب ولا هو كلام جديد، تمام، في قنوات كتير في اوروبا مطبقين الكلام ده، وعلى سبيل المثال في قنوات من ضمنهم في قناه اسمها تيد على اليوتيوب، واظن ان في ناس كتير متابعاها وانا من اشد المتابعين بيها. تمام يا فندم. تمام. بيتم من خلال هذه القناه استضافه رواد الاعمال والعلماء والشخصيات اللي هي قدمت حاجات كويسه للمجتمع والنماذج اللي هي نجحت في حياتها. استاذ دريم، احنا زي محمد مجدي كده ما دخلناه في مكالمه، ده من ضمن الناس اللي حققت نجاح، ابتدى من الصفر وبقى حاجه كبيره. ايوه يا فندم. بقول لحضرتك في مداخله جات لنا دلوقتي كانت بتتكلم عن نفس الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه. تمام يا فندم. ففعلا نظريتك صح، احنا فعلا لازم نشجع الشباب انها توصل للي هي عايزاه. صح فعلا. لازم يا فندم، لازم. لازم، وده مش هيكون الا من خلال حضراتكم انتم، تمام، من خلال دعم هذه البرامج
اللي هي المتنوعه، البرامج المحترمه اللي هي بتقدم حاجات كويسه للناس من خلالكم انتوا، يتم استضافه علماء التنميه البشريه وخبراء علم النفس مع استضافه الرموز اللي هي نجحت في المجتمع. تمام يا فندم. ده لازم انتوا دلوقتي المنبر اللي موجود، تمام، اللي لازم يتم من خلاله استهداف الشباب ويتم من خلاله توجيههم بطريقه صحيحه وطريقه كويسه. وده مش هيحصل الا من خلالكم انتم، لازم انتوا يا جماعه اللي تشتغلوا وانتوا اللي تدوروا على الكلام ده. لازم القنوات تدعم هذه البرامج لان دي حاجه مهمه جدا في الوقت الحالي. تمام استاذ ريم، حضرتك تحب تنصح الشباب بايه في طريق نجاحهم وانهم يبعدوا عن الفشل؟ انا انصح بالنسبه للشباب ان احنا يا ريت كل واحد ما يعتمدش على انه انا معايا شهاده فانا انتظر وظيفه، صح، او يا صح. اما اذا انا ما معيش شهاده فانا كده ماليش دور في الحياه. انا بالنسبه لي كل انسان اللي معاه شهاده او الانسان اللي بيحمل للعلم عامه هو وسيله للنجاح، ولكن مش هو اللي احنا هو انا بالنسبه لي اخد وظيفه او احصل على وظيفه، يا اما انا كده فشلت. عشان كده العلم ده بينور العقل، هو دي وسيله من ضمن وسائل او مفتاح من ضمن مفاتيح النجاح. صح، عشان كده يا استاذ دريم، الشباب النهارده قاعدين مكانهم اللي يعني انا بتحصر على الـ على الـ على الشباب ديت، قاعدين مكانهم اللي اخذ شهاده قاعد مستني وظيفه، واللي ما اخذش شهاده يقول اصل انا ما اتعلمتش. صح، وكل واحد قاعد عمال يعمل شماعات ملهاش اي لازمه وبنعلقها على غيرنا كمان. ما عشان نعم. كده نعلق الشماعات دي على غيرنا عشان كمان. كده يا استاذ دريم، الشماعات وفي الاخر هي تيجي على دماغهم هم. يعني كل شخص بيعمل شماعه بتيجي على دماغه هو. لازم كل انسان يسعى، لازم كل انسان يشتغل. لو كل واحد يوميا اشتغل 8 ساعات، واقسم بالله العظيم الكلام اللي بقوله ده عن تجربه، لو كل انسان اشتغل 8 ساعات يوميا وعمل اللي عليه قدام ربنا هيغير حياته. لكن احنا النهارده الشاب اللي معاه كليه قاعد منتظر الوظيفه، والشاب اللي ما معهوش والشاب اللي ما اتعلمش قاعد يقول اصل انا اهلي ما علمونيش، اصل انا ما اتعلمتش، وقاعد يعمل شماعات والله ما ليها اي وجود. عشان كده استاذ دريم هقطع حضرتك بس في الكلام، علشان كده احنا لازم بنقول ان احنا لازم نحط خريطه للهدف اللي احنا عايزينه عشان نوصل. الشباب كلها مش بيحطوا خريطه ليهم، هو عايز يشتغل وياخد فلوس فقط، لكن هو مش حاطط هدف قدامه. فاحنا وجود هدف ده مهم جدا. ما هي دي مشكله الشخص، لازم يكون في خطه. ايوه بالظبط كده. وبعدين الهدف لازم يتم تجزئه. يتم تجزئه ازاي؟ النهارده احلم، حط طموح، اعمل كل اللي نفسك فيه، ولكن لازم يكون الهدف بتاعي وطموحي لازم اجزئه. انا النهارده بحلم مثلا يكون عندي مصنع، واقول المصنع ده عشان خاطر انا اقوم بتنفيذه، ده انا عايز 50 مليون جنيه. واحد تاني يقول انا عايز 10 مليون جنيه. طيب لا، انا دلوقتي لازم اجزأ هدفي لاجزاء. الاول انا ابدا اشتغل، يعني نبدا نخطط له صح، ونحطه في جدول او تخطيط قدامنا ونبدا نمشي فيه، صح كده؟ تجزيل الطموح. لازم اجزأ، لكن انا هقف هبص على قيمه المشروع اللي انا لازم احطها فهي مش موجوده معايا حاليا، فهفضل واقف مكاني. فده بالنسبه للشخص، انا من وجهه نظري ان هو كده كانه بيعدم نفسه بنفسه، او بيحط نفسه قدام القطر، او هيفضل واقف مكانه مش هيعمل اي حاجه خالص. حضرتك في ناس عندها مشاريع بسيطه جدا، ابتدت صغيره، يعني مثلا شيف ابتدى صغير من البيت وابتدى يكبر ويبقى عنده محلات كتير. فبرضه دي من ضمن الحاجات المشاريع الصغيره. فبنبتدي بمشروع صغير، والمشروع ده بإرادة الله طبعا دي أول حاجة، ونعم بالله، ومجهود الشخص اللي بيشتغل هيوصل. صح، تمام يا فندم، تمام. هو لازم كل إنسان يدور، ولازم يتحرك، ولازم يشتغل. هو عامة هي كل حاجة هي الشغل. أيوة، اللي عايز ينجح يشتغل، لازم يشتغل. ما ينفعش أقف مكاني وابص على شهادتي واقول ده انا مستني وظيفه. ما ينفعش ان انا اقف مكاني واقول انا متعلم. السعي عامه نبدا. تمام، ماشي. شكرا جدا استاذ ريمي، شكرا جدا لمداخلتك، شكرا جدا لضيوفي. الوقت سرقنا وجري بسرعه. بعد ما نكون قدرنا نحدد هدفنا ونرتب خطواتنا، اقدر اقول ان الفشل مش في الخساره، الفشل في الانسحاب. مفيش حاجه صعبه علينا، كلنا قادرين ننجح ونحقق اهدافنا واحلامنا وطموحاتنا. لسه الوقت معانا ناخد خطوه جديده وحلم جديد.
وبكده أعزائي المشاهدين تكون خلصت حلقتنا. شكرا جدا لضيوفي اللي كانوا منوريني النهارده. شكرا أستاذة شيرين، يعني نورتيني جدا وأفدتيني جدا. شكرا ليكي، الله يخليكي. وعايزة أقول حاجة كمان قبل ما نختم البرنامج، إن في مؤتمر بيتعمل هنا في مصر على الأرض مصر، من الأرض من الكويت، اللي بتعمل المؤتمر دوت الشيخة انتصار، برئاسة الشيخة انتصار ما شاء الله محمد الصباحي. تمام. المؤتمر دوت المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث. تمام. المؤتمر دوت هيقام الفترة الجاية يوم 25/5 ليوم 30/5. المؤتمر ده هو أنا المذيعة بتاعته. مبروك. طبعا بواجه كلمة للشيخة إن أنا بقول لها دي من ضمن الحاجات اللي طبعا هي بتساعد الناس، نفس الطريقة إن هي بتساعد الناس اللي محتاجة، بتقف جنب الناس كتير قوي وخصوصا المصريين في الكويت، هي وقفت جنبهم كتير وحققت لهم كل اللي هم عايزينه. انا بشكرها كتير جدا ومفيش كلام يوفيها، هي والمستشاره العالميه بتاعتها هي بسليم، وان شاء الله المؤتمر هيحقق نجاح جامد ان شاء الله، ونتمنى موفقة دايما وان شاء الله في نجاح. ومبروك مقدما. شكرا جدا استاذه دعاء، يعني فعلا الوقت خلص جدا وجري جدا، يعني احنا عايزين موسم كامل مع حضرتك. شكرا ليكي بجد. شكرا جدا اعزائي المشاهدين، اتمنى اكون قدرت افيدكم النهارده، واشوفكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج حلقه وصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.